طب معلش انا هرجع تاني برضه كريم لان ده الخبر الجاي ليه علاقه بسوء التنظيم اللي احنا بنتكلم عليه في الكاميرون لهذه البطوله الكبيره. يعني دي بطوله مش دوره رمضانيه مثلا، مش حاجه على مستوى الانديه والله، كانت هتبقى اظبط من كده بكتير. لا ده موضوع كبير، دي يعني كاس الامم الافريقيه. فانت لما تيجي تتكلم على تنظيم، لا خليني اقول لحضراتكم او اضيف بقى من الحاجات الطريفه اللي حصلت امبارح. المفروض كان في مؤتمر صحفي لكراش والسوليه، طيب والناس عشان يتكلموا عن بقى مباراه مصر والمغرب، والناس موجوده والصحفيين موجودين والمكان تمام والكاميرات والصحافه، وهم ما راحوش ليه بقى؟ والله بصي انا من اول البطوله لا يديني انا بطلت اندهش يعني، بس انا نما الى علمي فانا عارف السبب. وطبعا حاجه مضحكه السوق الحاله المروريه وكان برضو فكره التامين اللي بيامنهم والدوريات اللي معاهم حاجات زي كده ادت ان المؤتمر الصحفي اصلا اتلغى. ليه؟ لان كراش والسوليه اصلا ما عرفوش ان هم يوصلوا. فده برضو شق من، يعني احنا الموضوع ممكن يكون بناخده بضحك بس هي حاجه كارثيه. طبعا لا هي مش مضحكه، هي اكيد في مشكله. لا لما نيجي نتكلم حاجة على هذا المستوى، لا يا جماعة برضو إحنا أفريقيا يعني الموضوع، وعلى فكرة التفاصيل دي ممكن تكون بتتسرب للصحف العالمية والدولية وغيره، مش حابين نبان بهذا الشكل. ده مفيش ذرة شك في اللي انت بتقوليه، مش حابين نبان بهذا الشكل يعني أبدا. فلا ده كان خبر مش لطيف وتم التعليق عليه في السوشيال ميديا بشكل سلبي جدا، وليهم حق الصراحه. طبعا مليون في المية يعني يعني كواليتي. عارفه يا نهاوند لما مثلا تحصل في امور قدريه كده الواحد ملوش يد فيها تعديها يعني، لكن اللي احنا عمالين نتكلم في تفاصيله بقالنا اكتر من اسبوع. لا يا جماعه الموضوع يعني مضحك مبكي، لان فعلا احنا بنتكلم على بطوله كبيره جدا، مش صح وما يصحش بكل الاحوال ان يحصل فيها ربع الحاجات اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم عن تفاصيلها من الاسبوع اللي فات الى يومنا هذا، هو لغايه اخر لحظه. على كل الاحوال